أخواتي وإخواني، السلام عليكم جميعا، مرحبا، كيفكم؟ كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ نحن اليوم بدنا نحكي شوي، نعطيكم مشروب وصفة لجسم الإنسان. في كتير أشخاص جسمهم مسمم من المعادن الثقيلة بجسم الإنسان، وفي كتير أشخاص ما بيعرفوا شو هي هيدي المعادن الثقيلة وشو بتعمل. المعادن الثقيلة هي تسمم، بصير تسمم بجسم الإنسان. المعادن الثقيلة هي الألومنيوم، الزئبق، الزرنيخ، الرصاص، الكادميوم. مثلا إذا الواحد بيكون حاشي أسنانه بمادة الزئبق عند دكتور الأسنان، يعني هيدا رح يصير عنده مشكلة، بصير عنده تسمم، لأنه هيدا مش منيح أبدا للصحة. والتسمم كمان هيدا المعادن الثقيلة بتيجي كمان مثلا من تلوث البيئة، من الجو، من الماء اللي نحنا بنتحمم فيها، ومنش ربا كمان فيها كمان معادن ثقيلة، من الطعام المصنع، من الشامبو اللي بنغسل فيه شعرنا، كمان البنزين. بس نحن نروح على محطة البنزين ونعبي بنزين ونتنفس البنزين، البنزين فيه الرصاص، والرصاص هو كمان من المعادن الثقيلة. كمان بصير عندنا مشكلة بالجهاز العصبي، بصير عندنا مشكلة بالعظام، بصير عندنا مشكلة بالعضلات، بصير عنده الشخص الوسواس، عنده مشكلة عدم التركيز، بصير بخاف، تتغير الشخصية عنده، بضله دائما معصب. كمان الكبد كمان بصير عنده مشكلة، الكلى بصير عندها كمان مشكلة. هيدي كلياتها هي المعادن الثقيلة. الواحد فيه يعمل عند الدكتور فحص دم، والدكتور فيه يقول له إذا عنده بجسمه المعادن الثقيلة. في كبسولات إذا بيعطيكم إياها الدكتور، في بعض منا كبسولات بيعطيكم إياها بتخرج من جسم الإنسان المعادن الثقيلة، بتمسكها وبتدمجها وتطردها من جسم الإنسان. ولكن هيدي الكبسولات تضرد كمان معهم، بتخرج من جسم الإنسان كمان معهم المعادن المفيدة مثل المغنيسيوم، الحديد، الفوسفور. مشان هيك بتكون إذا الدكتور بيعطيكم كبسولات بتكون تسألوه، يا دكتور هيدي بتظهر من جسم الإنسان بس المعادن الثقيلة ولا المعادن المفيدة؟ بتكون هيدي تنتبهوا لها. كمان المشكلة كمان كتيرة إنه هيدي فيها الألومنيوم، هيدي اللي نحن بنرشها تحت باطنا ضد العرق، بنرشها فيها كمان الألومنيوم. أنا أفرجيكم عليها، أنا بشتريها دائما هون، أوني بالألماني اسمها، أوني هي بدون ألومنيوم. هيدي بدكم تنتبهوا لها. كمان الناس اللي بتدخن كمان السجائر، السجائر بتدخن كمان عندهم كمان هيدي المعادن الثقيلة بجسم الإنسان. يعني هيدا ما بيجي المعادن الثقيلة من أسبوع لأسبوعين، بيجي هيدا من سنة لسنتين لـ3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 10 سنين. خصوصا في كتير كمان أطفال بيعالجوا عندهم مشكلة إنه عندهم بجسمهم هيدي المعادن الثقيلة. يعني نحنا الجو عنا، البيئة متلوثة عنا، ريحة السيارات عنا. في كتير ناس مثلا بيشتغلوا بالعمار أو دهانين بيوت، كمان ما بيعرف الإنسان شو بيتنفسوا هدول، هيدي هي مشكلة. ينبلش نحن إسا بهالوصفة، هيدي الوصفة نحن هل عنا إياها إلكن يا حبيبتي، هي بذور الكزبرة. ناخد نحن هون فرجيكم عليها ملقة بذور الكزبرة، ملقة صغيرة حطها هون، وانا هتيلي نطحنها دقة. ما بدي اطول انا الفيديو عليكم كتير احسن ما تملوا، بتقولوا مللنا، لانه انا الفيديوهات عندي ما عندي وقت انه اقعد على الكمبيوتر واقطعها واعملها وسويها. بنحنا هالمكونات نحنا بنحطهم هون، الكوباية عندنا هون، حطهم هون. هاي اللي بدكم تشربوها يوميا،
ولكن بذور الكزبرة منقول نحن بده الإنسان ينتبه لها كتير. إذا أشخاص عندهم ضغط دم منخفض عندهم بدهم ينتبهوا لها، لأنه هذه الكزبرة بتنزل ضغط الدم المرتفع، يعني بصير عندهم مشكلة. بدكم تسألوا الدكتور. بناخذ ملعقة الكزبرة بنحط لها ثلاث قطع قرنفل، بنحط لها رشة زنجبيل. أنا عندي هون كمان بعد كزبرة مطحونة، حط لها شوية كزبرة مطحونة، حط لها بعد شوية عسل بلدي. هايدي كمان حط عليها مي. منغطيها، منخليها خمس دقايق حتى كل هالمكونات هايدي تصير بالمي، ومنشربها هايدي يوميا 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 يوميا. كمان نسيت انا قلكم، كمان الاشخاص اللي عندهم هايدي بتنزل كمان مستوى السكر بدو ينتبهوا لها. انا هايدي كل الوصف من عند صاحبي دكتور الطبيعة اعطاني اياها، ومشان هيك انا عم اقراها شو انا كيف هو اعطاني اياها، شو شايفين فرجيكم عليها. انا كاتب كل شيء هون شو هو قال لي عنا، انا مش دكتور، شو قال لي هو عنا انا كاتبها هون عم اقرا لكم اياها. ضغط الدم العالي هاي اللي بتنزل ضغط الدم، اللي عنده ضغط دم منخفض لازم يسأل الدكتور، واللي عنده السكر هاي اللي بتنزل مستوى السكر كمان لازم يسأل الدكتور كمان. هاي دي هي وصفتنا لكم، وانتبهوا لهيدا عن جد، انتبهوا للمعادن السكرية، بتعمل كتير مشاكل، بتعمل مشاكل بالجهاز العصبي مثل ما قلنا، بتعمل وجع بالعضلات، بتعمل وجع بالعظام بكل أنحاء الجسم، يعني تسمم. هذه هي وصفتنا لكم، بارك الله بكم، الله معكم، مع السلامة. إذا هالقناة بتعجبكم ما تبخلوا علينا بالأعجاب وبالمشاركة فيها. أوكي، شكرا جزيلا، الله معكم، مع السلامة، باي باي. وأعطونا كمان تعليقاتكم على هالوصفة هيدا، وأهم شيء ما تستعملوا هيدا ضد العرق اللي بيكون فيها ألومنيوم، بدون ألومنيوم. أوكي، الله معكم، مع السلامة، باي باي.